الله عز وجل في هناك نداءات ربانية والله أنها تهز القلب هز، نداءات عظيمة. الله يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يحتاج الإنسان لكثرة الدعاء والرجاء. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان حد إلى أقصى حد، كم بين السماء والأرض؟ مسيرة 500 عام. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، يا سلام، لغفرت لك على ما كان منك. اسمع ماذا قال، ولا أبالي. الله أكبر. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والله الذي لا إله إلا هو أهون ما يكون عند الله ذنوبنا ومعاصينا، سهلة جدا عند الله عز وجل أن يغفرها وأن